نعرف انه ريال مدريد في كل موسم لازم يكون عنده قضيه، ما فيش ريال مدريد ما بيعرف ايش بالقضايا. والان بانه الجو كويس والنتائج كويسه فالكلام ذهب لكورتا ونفاس، شو الحسم بينهم؟ هل هو سيناريو كازياس لوبيز يعني حارس بيلعب ابطال وكاس وحارس بيلعب دوري؟ لو بتيجي رفض يقول هذا الكلام. المنطق بيحكي انه مش منطق تحط نفاس احتياطي فورا، لان هذا ظلم لحارس جايب دور ابطال وحارس فايز قبل اسابيع بافضل حارس في اوروبا وممكن يفوز بافضل حارس بالعالم. وبنفس الوقت ظلم انك تجيب كورتوا وتقول له انا بديش العبك دوري ابطال، لانه هو الرجل جاي يلعب دوري ابطال اساسا. فبالتالي اعتقد المنطق اللي حيوصله لوبيتيجي هو موازنه دقائق مش موازنه بطولات. ومعنى موازنه دقائق انه يحاول يخليهم يلعبوا قد بعض تقريبا، يعني عشان لو واحد منهم اعترض يقول له انت لاعب 1500 وزميلك لاعب 1500، يعني حنشوف كورتوا بيطلع دوري ابطال، حنشوف نافاس بيطلع بيلعب بالدوري، بس بنوع من المداوره من دون الظلم، يعني اللي بيلعب برشلونه بيلعب اتلتيكو الحارس الثاني ممكن، ممكن اللي بيلعب دوري ابطال الذهاب بارضه بيلعب الاياب الحارس الثاني بارضه، بحيث يكون نوع من العدل ما بينهم، هذا الحل المنطقي، لانه حل دوري الابطال ودوري وكاس بنعرف نهايته، شفناه مع شتيجن وبرافو واحد طلع، شفناه مع كازياس ولوبز واحد طلع، ولما تكرر مع كازياس ونافاس كازياس طلع، هذا الحل بصير دائما الحارس منهم حاسس انه مضحوك عليه، يعني اللي بيلعب دوري ابطال بحس انه هذاك بشوف بيلعب اكثر منه، واللي بيلعب دوري بحس انه هذاك بيلعب بطوله اهم منه، وبالتالي حلها النهائي دائما واحد حيطلع. وما اعتقد الريال مستعد يضحي بنافاس الموسم المقبل، لان الامور الان اصبحت مستقره هاديه، عنده حارسين ممتازين، لعندما الحارس الاوكراني يوقف على مستواه ممكن يحتاج موسمين ويقرر انه هذا الحارس يجي يكون بديل نافاس. كورتوا كحارس طويل الامد معروف انه هو اللي حيكون حارس ريال مدريد الاساسي على المدى الطويل، لكن بهذا الموسم اعتقد المنطق هي موازنه الدقائق وليس موازنه البطولات.